شكرا لجميع الرجل اللي قطع لي وقتها الفاضي على هذا التقرير ونتقل وياكم مستمرين وياكم مشاهدينا في برنامجكم صباح الخير الكويت. راح نتكلم عن تقنيه اسمها لها تقنيه الفلر او تقنيه التهليئه. هذه التقنيه عزيزي المشاهد هي تقنيه تجميليه، البعض يمكن يستخدمها دواء يعني بشكل مبالغ فيه تتفاوت يعني تعطي نتائج خلينا نقول سلبيه او نتائج عكسيه، لما خلينا نقول يزيد الخير او يزيد الجرعه في نسبه استخدامها لهذه التقنيه. لا يستخدمها بطريقة مقبولة بحيث أنه هو يظهر بشكل مقبول للناس، هذا الموضوع يكثر أي شيء. في معانا على فكرة عزيز بعض الصور، خلينا نشوف قبل وبعد عشان نستخدم طريقة الفيلر. في معانا قبل وبعد، شوف الفرق طبعا في الشكل أكيد فرق كثير. أيضا قبل وبعد كمان يعني عمر صغير يعني استخدم فيه وأنا نسأل طبعا كيف الموضوع. مش أول مرة بيكون لنا لقاء وحفل في صباح الخير، نرحب بك معنا. قبل ما نبدأ الحديث عن الفلر وأضرار التغذية، يعني هل ممكن عزيز يقبل على Thank you.
دائما على طول دائما عم نشوفه اول طلب في الدنيا. صحيح. بس دائما السبب اللي الذهن بيتقبله وبيكسره لانه ما في شيء دائما بالانسان. يعني اللي بيكون مثلا على المدى اللي بيكون خد هون مع العمر بينزل خد بعد ما طلع خد دائما هون بعد فتره كثير هون مش كثير. فبتفكر انه الجسم يتكسر ويرجع عندي. اوكي؟ حتى لو بيصير بس لاربع ست شهور I'm going to take a look at the
كمان شفت بالضبط كتير بقى هالكلمة هاي بالساعة كتير
How about Christopher of the Short? Thank you.